أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في حلقة أخرى من بودكاست العلوم الحقيقية. حوار اليوم سيكون مع باحث من مجال فريد، في مجال قد لا يعرف كثير من الناس الكثير من المعلومات عنه، مجال قد يحدث ثورة في حياتنا، في الحواسيب التي نستخدمها والحواسيب التي نستخدمها عن بعد، وتقنيات معالجة المعلومات بشكل عام. إلى جانب ذلك، هناك تداخل غريب، غريب ليس بالنسبة للمختصين ولكنه غريب لمن يسمع الأمر لأول مرة، مع الفيزياء. الفيزياء والهندسة الإلكترونية. مرحبا بك ياسر، أرحب بياسر جمال نوري، الباحث العراقي في جامعة ساوثهامبتون في بريطانيا. أهلا بك عمر، أهلا بك، أشكر لك على هاي الدعوة وأنا ممتن جدا. شكرا ياسر، وشكرا لحضورك، وربما تستطيع أنت أن تقدم المجالات اللي درستها، يعني مسيرتك الدراسية، منين بديت؟ البكالوريوس، ماستر، الدكتوراه، بحوثك الحالية. نعم، أنا طبعا ياسر نوري، اختصاصي تقدر تقول هندسة إلكترونية بالبكالوريوس، درست هندسة إلكترونية مع فيزياء. التايتل مال الديجري مالي كان إلكترونيك إنجينيرينج أند فيزيكس. بالبي اتش دي درست قسم الفيزياء في جامعة لانكاستر، البكالوريوس كانت في جامعة دندي في بريطانيا، البي اتش دي كانت في جامعة لانكاستر في قسم الفيزياء بمجال التشفير الكمي. وحاليا ادرس اشتغل عفوا باحث، التايتل بالضبط هو سينيور ريسيرش فيلو، اللي هو زميل بحثي اقدم تقدر تسمي، في قسم الالكترونكس اند كمبيوتر ساينس في جامعة ساوثهامبتون. بالبكالوريوس بالبي اتش دي خلينا نقول اختصاصي كان في مجال التشفير الكمي. اشتغلت في محاولة او بحث انه نحاول نصغر سيستمز او نظام كمي او تكنولوجيا كمية باستخدام طرق الفابريكيشن، طرق صناعة الرقائق. يعني نحاول نصغر سيستم كمي من جهاز كبير، وهذه التكنولوجيا موجودة تشفير المعلومات إلى رقيقة صغيرة، نحاول من خلالها أن نطبق هذه التكنولوجيا على جهاز مثل التليفون، جهاز بسيط مثل التليفون أو جهاز كمبيوتر. فهذا مجال الاختصاص اللي درست بالبي اتش دي بالمجال التشفير الكمي. طيب ياسر، ألاحظ ولو أنا قلت هو تداخل غريب، لكن هو ليس تداخل غريب. الفيزياء هي جميع العلوم، كل العلوم يعني، لكن نجد جوانب فيزيائية بحتة في القضايا اللي تذكرها وفي مجالات دراستك، وأيضا نجد عنوان الهندسة الإلكترونية بالعالم العربي اللي نعرفه، انه الهندسه الالكترونيه مجال وعلوم الفيزياء مجال، ومجالين مختلفه تماما. يعني كيف هو الحال بمسيرتك الدراسيه وببريطانيا، والمقارنه بشكل عام ما بين دراسه الهندسه الالكترونيه والفيزياء بين العالمين؟ شكرا. طبعا هذا موضوع مهم، والتمييز انا صراحه ما احب اميز. انا ما اؤمن انه اكو حدود واضحه بين المجالات. يعني هو بالنهايه احنا اذا نمشي على التاريخ ونشوف تطور هاي المجالات، احنا حنعرف بكل وضوح انه الفيزياء هو اقدم من نبذة المجالات البقيه. الفيزياء بعدين من نبثقت المجالات الثانيه مثل الالكترونيات، ومن الالكترونيات بثق مجال ثاني اللي هو علوم الحاسبات وغيره. اكيد طبعا احنا بالنسبه انه هذا ملاحظه يعني كثير على الطلاب، خصوصا بالذات بالمجال بالعالم العربي، انه يحاولون والاساتذه كذلك بالجامعات العربيه يحاولوا دائما انه يبقون الطالب داخل حدود معينه بهذا المجال. يعني يحاولون
يحبسون هذا الشخص او يحبسون تفكيره بداخل مجال شويه بدون ما يخلوه يطلع برا خارج مجاله. فاحنا نعرف انه الفيزياء يدرس فيزياء، بس يدخل الموضوع شويه بمجال الهندسه الالكترونيه حتشوف الفيزياء راح يواجه مشكله، الفيزياء اللي قاعد اللي يدرس بالعالم العربي شويه. وكذلك المهندس الالكتروني، من هذا المهندس الالكتروني اللي درس شويه صعوبه يواجه يحاول يطلع من مجال ماله ويتعرف على مجال مثل الفيزياء، بمجرد انه الكلتشر او العرف انه هذا مجال وهذا مجال، وانت من تطلع من هذا المجال شويه راح تواجه مشكله يعني. فالمهندس الالكتروني بصوره عامه من يفكر بجهاز معين يفكر به كبلاك بوكس، كصندوق اسود، الى مثلا في تدخل الى مدخلات وطلع منه مخرجات، مثل الترانزستور، مثل الريزستور، مثل الدايود. بس تحاول تعرف انه ايش يصير هذا الصندوق الاسود، لابد ان تدخل بمجال ثاني مثلا هو مجال الفيزياء. لذلك انا ما احب انه نخلي هذه الحدود بين المجالات، كل مجال هي الحدود هي اكثر شيء رماديه، ماكو حدود اسود واسود وابيض، ماكو الفرق بيناتهم مثل الفرق بين اسود وابيض. ف من تكون حدود رماديه بين المجالين ما حيساعد هذا الطالب انه يبتعد شويه بالمجال ماله ويحاول يدخل تفاصيل اعمق، او اللي هو قاعد بالفيزياء يحاول يدخل تفاصيل اوسع مثل تفاصيل الهندسه الالكترونيه او اكبر، يعني مجال مثلا انظمه كثيره يعني بدل ما هو يدخل يفكر بالالكترونات. فبالنسبه للعالمين العربي والغربي، هو الفرق بين المجالات بالنسبه للعالم الغربي هو رمادي، بينما يحاولون بالعالم العربي انه يخلون المجالات الفرق بيناتهم هو حدود ثابته وواضحه، بينما بالحقيقه هي حدود مو ثابته ولا واضحه. طيب، يعني الأبواب مفتوحة أمامكم للدراسة، التنقل ما بين المفهوم التقليدي للهندسة الإلكترونية وما بين الدراسة الفيزيائية، وهذا اللي حدث معك. أنت ذكرت ياسر عملك بالتشفير الكمي، شنو أيضا مجالات أخرى اشتغلت فيها بالأبحاث، سواء في عملك البحثي الحالي أو في البي اتش دي سابقا؟ نعم طبعا صحيح انه انا درست بالبكالوريوس، اول شيء انا اول ما بديت هندسه الكترونيه وكهرباء، بعدين شفت انه لا الفيزياء كذلك يضيف شيء جديد، انه دمج الماده المواضيع الفيزيائيه بالالكترونيه شويه ينطي نوع من الخبره اللي هي شويه اندر او نادره اكثر. فقمت تخصصت اكثر مجال الالكترونيه ومع الفيزياء، بس من دخلت بالبي اتش دي صار المجال فيزيائي اكثر، فصار عندي هذا النوع من الحدود الرمادية بين المجالين. فبعد بعد ال بي اتش دي تخصصت بمجال ثاني اللي هو مجال الخلايا العصبية الاصطناعية. احدى اهم احلام العلماء انه يحاولون يصنعون خلايا عصبية اصطناعية تجاري الخلايا العصبية الموجودة بالدماغ، والهدف الرئيسي من هذه هي الذكاء الاصطناعي، انه نحاول من خلال انه نصنع خلايا اصطناعيه عصبيه على كمبيوتر او على رقيقه الكترونيه، نحاول من خلال نقدر نحصل ليفلات اعلى بالذكاء الاصطناعي ما كنا نقدر نحصلها بالكمبيوترات التقليديه. فهذا المجال اللي انا حاليا اتخصص به بعد البي اتش دي، اللي هو يسموه بوست دكتورال، البوست دكتورال ريسيرش مالتي اللي هو ما بعد البي اتش دي، واللي اتخصص به حاليا في جامعه ساوثهامبتون. طيب ياسر، يعني خليه عصبيه اصطناعيه تصنعوها، يعني انت تتكلم هنا عن ليس عن نموذج الخلايا الشبكات العصبية الاصطناعية اللي نعرفها بمجال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، انت تتكلم عن خلايا عصبية كأجهزة. نعم بالضبط. شوف، هي الخلايا العصبية احنا من زمان نحاول نعرف شلون الدماغ يشتغل، ونتمنى العلماء من زمان كانوا يحاولون يفكرون من ايام الفلسفه، من ايام الاغريق يحاولون يفكرون شنو هذا الصندوق العجيب اللي هو الدماغ، شلون هذا يحلل معلومات، مثلا تجي صوره مثلا
عن طريق العين، شلون يميز الاشكال بهاي الصوره، يعني انا شلون قبالي اشوف انه هذا القبالي جهاز تليفون، هذا القبالي كمبيوتر، هذا القبالي قدح من الماء وهكذا. بالوقت قمنا نستخدم الكمبيوترات. اوكي، او قبل نستخدم الكمبيوترات، حاولنا اول شيء انه نفهم الخلايا العصبيه شلون تشتغل. فقاموا علماء مثل دونالد هيب مثلا، عالم مشهور بالاربعينيات القرن الماضي، حاول يرمز او حاول يشرح طريقه عمل الخلايا العصبيه عن طريق معادلات رياضية. يعني رسم نموذج للخلية العصبية الوحدة مثلا الواحدة معادلة رياضية، وقال إذا نربط أكثر من خلية مع بعض حتساعدنا معادلة أكبر شوية، ومن خلالها إذا ندخل مثلا صورة لهذه المعادلة حطلع لنا مثلا نتيجة إنه مثلا هذه الصورة مثلا بها الحيوان مثلا الفلاني، مثلا إذا دخلنا صورة بها مثلا نتخيل إن الصورة مثلا لغابة وبها مثلا قط او بها او فيل، فاذا حورنا بهذه المعادله شويه راح نقدر من خلال هذه المعادله نعرف انه داخل هذه الصوره فيل مثلا او ماكو داخل هذه الصوره فيل. فهذا نوع من الذكاء الاصطناعي اللي نحاول احنا دائما نتوصل له من زمان. لما تطورت الكمبيوترات مثلا خلينا نقول بالستينيات بدأت تطلع الكمبيوترات اللي نحن نعرفها نسميها الكلاسيكال كمبيوترز، اللي هي الحواسيب الإلكترونية الموجودة، وبالسبعينيات تطورت، بالثمانينات والتسعينات صارت الكمبيوترات أعقد بكثير. قمنا نحاول نستخدم الكمبيوترات باعتبار الكمبيوترات سريعة بحساب الأرقام مثلا أو حساب المعادلات، نحاول نستخدم الكمبيوتر حتى ندخل بها نحط بها معادلة النيورون الخلية العصبية حتى تطلع لنا نتيجة. فمثلا نستخدم الكمبيوتر نقولها ان النيورون الدماغ، احنا يعني انسبايرد بعمل الدماغ، يعني متحفزين بطريقه عمل الدماغ، نحاول نرسم للنيورون او نعطي نموذج النيورون للكمبيوتر ونقول له اذا انطيناها فلان صوره مثلا لهذا النموذج بالكمبيوتر، يعني مش بالبرنامج مال الكمبيوتر، نقدر هل نطلع من الصوره ونقدر نتعرف على الاشكال بداخل الصور داخل من عن طريق الاستخدام النيورون. بس هاي النيورونز كلها كانت مبرمجة على الكمبيوتر. فاحنا هذا ياسر انت تتكلم هنا عن المفهوم التقليدي للشبكات العصبية الاصطناعية، بالضبط صحيح؟ بالضبط. احنا يعني خلال خلينا نقول 20 سنة الماضية او 30 سنة الماضية، لما نسمع شبكات عصبية اصطناعية راح نعرف رأسا انه هي هذا المقصود بها هي محاكاة للخلايا العصبية البيولوجية على سوفت وير، على برنامج على كمبيوتر. يعني حرفيا احنا دنبرمج عمل النيورون على كمبيوتر تقليدي، كمبيوتر اعتيادي، نبرمج عمل النيورون وننطيه مثلا ونجرب هذا البرنامج انه ننطيه صوره معينه ونشوف النتيجه من هذه الصوره، هل نلقى مثلا الاشكال اللي نريد نلقاها او لا. هذا الشبكات الاصطناعيه التقليديه اللي احنا صارنا نشتغل بها من 20 او 30 سنه. يعني ياسر خلينا نقول خلفية أو تاريخ مجالكم البحثي الحالي هو خلفية في مجال البرمجيات وليست في يعني أين البدايات هو عندكم التحفيز اكيد من الدماغ. احنا من دائما نتحفز عن طريق نتعرف شلون نعرف هذا الجهاز العجيب اللي هو الدماغ او الجهاز البيولوجي العجيب شلون يشتغل. بعدين اول ما بدينا ورا يعني اول ما بدينا نعرف انه شلون نرمز الخلايا العصبيه بالدماغ عن طريق الرياضيات، قمنا نبرمج كمبيوترات. فهي تقدر تقول انه تطورت الخلايا العصبيه الاصطناعيه، مو البيولوجيه، الخلايا الطبيعيه الاصطناعيه، الخلايا العصبيه الاصطناعيه تطورت عن طريق البرمجيات. هسه احنا بمرحله نحاول اللي هو هذا اساس شغلي، نحاول شلون نطور خلايا عصبيه اصطناعيه على رقائق الكترونيه. يعني حرفيا احنا اللي نريد نسوي بدل ما نحاول نرمز للخليه العصبيه برنامج على كمبيوتر اعتيادي، لا احنا بدنا نغير تصميم الكمبيوتر نفسه، يعني نغير الهاردوير مال الكمبيوتر نفسه، بحيث بدل ما نستعمل الترانزستورات التقليديه لا نستعمل خلايا عصبيه. يعني احنا حرفيا نصنع الخلايا العصبيه فيزيائيا على جهاز على رقيقه الكترونيه. طيب ياسر انت ربما طرقت الموضوع ضمنيا، لكن
ما وضحناه، ما تكلمنا عنه بشكل منفصل. نعم أنا درست الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، قبل سنتين ضمن دراستي للماستر، وأذكر بمادة التعلم الآلي أحد الكتب يعني اللي اعتمدت كأنه كتاب منهجي في الجامعة. ذكر صاحب الكتاب أنه بخصوص الشبكات العصبية الاصطناعية، أننا نفترض أن هذا هو شكل الدماغ، لكن ليس بالضرورة أن يكون أن يمت بصلة للدماغ. وربما علماء الأعصاب أيضا إذا سمعوا افتراضاتنا عن الدماغ يعني ممكن يزعلون، لأنه إحنا نفترض أشياء ونقول هذا الدماغ ونحاول أن نصنف. نعم هذه هي السؤال الأول. لكن السؤال الأهم، لماذا الدماغ ولماذا الخلية العصبية؟ يعني قد يسأل سائل، وين المشكلة حاليا بالحواسيب وتقنيات المعالجة الموجودة والعجائب اللي تحدث من خلالها؟ لماذا تبحثون عن ثورة صناعية، ثورة تقنية أخرى في المعالجات يعني؟ ولماذا في دماغ الإنسان، أو في هذا الافتراض عن دماغ الإنسان في الخلايا فكرة الخلايا العصبية، ما هو المميز؟ شوف، هي يعني صحيح مثل ما قلت بالبدايه، لانه صح سالت سؤالين. خلينا نقول السؤال الاول انه او خلينا نقول الانتقاد الاول انه هل هو الدماغ حقا؟ نعم. طبعا الدماغ اعقد بكثير من اللي احنا نحاول نسويه. يعني احنا صحيح احنا المقدر هو بالدماغ البشري اكو ما بين 70 الى 100 مليار خليه عصبيه. هذا رقم هائل جدا، حتى لو كنا نصنع ترانزستورات على تشيب واحد، على رقيقه الكترونيه واحده، ما نقدر نسوي 100 مليار. حتى بتكنولوجيا اليوم الاجهزه الالكترونيه مالتنا، التشيب الالكتروني مالتنا ما بي 100 مليار، يمكن بي فد 5 مليار او اقل خلايا عصبيه. يعني حتى الجهاز التليفون اللي الجديد هسه يجوز تلقى بي فد 3 الى 5 مليار ترانزستور على تشيب. فالدماغ اعقد بكثير يعني. بس احنا اللي نحاول نسويه هو نحاول نجزئ الجزء المسؤول بالدماغ عن مثلا تحليل بعض المعلومات، مثلا تحليل الصور. تجي الصوره عن طريق العين الدماغ، ويعرف من هاي الصوره انه مثلا هذا الشكل هو مثلا شكل قطه، هذا الشكل مثلا شكل بيت، وهكذا. احنا نحاول ناخذ شيء بسيط من الدماغ. فاحنا اللي مثل ما نقول نحاول نسوي نيورونات على سوفت وير، ممكن يكون عدد النيورونات هذا مثلا فد 1000 او 100000، مو اكثر. كل ما يكبر الموضوع، كل ما يكبر عدد النيورونات بالسوفت وير يكون الموضوع معقد. اللي نحاول نسويه على هاردوير، على تشيب، يعني النيورونات اللي نحاول نصممها على تشيب هي ما تتعدى الالاف، يعني جزء بضعه الاف. ف احنا لسه احنا كل لسه يعني بمرحله جدا بدائيه من ان نصنع دماغ. واللي واذا سمعت قبل انه حد قال لك احنا نصنع لك دماغ على تشيب، هذا يعني هي بالنهايه تقدر تقول ميتافور. يعني هو بالنهايه مجرد تشبيه، بس هو احنا بالحقيقه لا شيء مقارنه اللي بنسويه هو بالتعقيد الدماغ وعمليه الدماغ. طب السؤال الثاني مالك اللي قلته هو انه ايش معنى الدماغ؟ ليش دماغ؟ ايش بيه الكمبيوتر اللي حاليا اللي بنستعمله بحيث نحتاج الدماغ، او بحيث نحتاج تصميم ثاني حتى يجاري او بديلا عن اللي نسوي اللي نحصله من الكمبيوترات الآلية؟ يبقى الجواب لهذا السؤال هو الكمبيوترات اللي عندنا اذا نقارنها بالدماغ، الترانزستور اللي يشتغل حاليا، الترانزستورات اللي مثلا كمبيوتراتنا الحاليه ممكن تشتغل على سرعه جيجا هرتز. بنقول جيجا يعني مليار، مليار تردد، مليار عملية حسابية بثانية واحدة. بينما الدماغ يشتغل على مستوى ملي سكند أو ملي هرتز أو عفوا كيلو هرتز. يعني فهو معناها ألف عملية حسابية بثانية واحدة. فنقدر نقول الترانزستورات أسرع بكثير من الدماغ، لذلك الترانزستورات بالذات تكون أسرع بكثير بعمل العمليات الحسابية. مثلا تضرب أي رقمين سوية، الدماغ يتأخر كثير عما يلقى نتيجة، بينما الترانزستور أو الكمبيوتر العادي أسرع بكثير. however، لكن من ناحية ثانية
انه الدماغ افضل بكثير من الكمبيوترات العاديه بالذكاء الاصطناعي. مثلا اذا جبنا صوره مثلا متكونه من خلينا نقول 10 ميجا بكسل، اي صوره اعتياديه مختلفه. بس اقاطعك ياسر، انت ذكرت ان الدماغ اقوى، تقصد في مهام تمييز الانماط ومهام التصنيف بالضبط، هاي لابرز المهام الشائعه بالذكاء نعم نعم الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي دماغ افضل بكثير، بينما الكمبيوتر اسرع بكثير بعمل العمليات الحسابيه، ارقام يعني ضرب رقمين قسمه رقمين جمع طرح، هذه الكمبيوتر اسرع بكثير. بس من نجي على التمييز، رغم سرعه الكمبيوتر يبقى الكمبيوتر ابطا بكثير او اقل كفاءه بكثير من الدماغ، مثلا بتمييز الاشكال من الصور. يعني احنا لو انا مثلا الانسان العادي يقدر من صوره واحده يميز مثلا كل الحيوانات مثلا الموجوده بصوره، او كل الاشكال الوجوه الموجوده من صوره واحده، بينما الكمبيوتر يتاخر بكثير مقارنه بالدماغ. فهنا اللي نحاول نوصل له، او الفتشيل اللي تجيب لنا الدماغ بديلا عن التكنولوجيا عندنا من الكمبيوترات العاديه، هي الذكاء الاصطناعي. ذكاء الدماغ كسيستم كنظام افضل بكثير من الكمبيوترات بالذكاء الاصطناعي، مو بعمل العمليات الحسابيه، بعمل الذكاء الاصطناعي. يعني طبعا هو الدماغ ما راح يكون بالنسبة إلى الذكاء الاصطناعي، يكون ذكاء، لكن قصدك بمفهومنا بالضبط، للذكاء يعني احنا يعني. بنحاول توصل الذكاء الاصطناعي متحفزين بآلية عمل الدماغ. فطبعا الذكاء الدماغ هو ذكاء طبيعي خلينا نقول. نعم، فهمتك. يعني المهام الشائعة اللي احنا نعرفها حاليا بالذكاء الاصطناعي. طيب يعني الآن يعني أين هو موقفكم؟ يعني شنو الموقف، شنو الوضع نعم في عملكم لتصميم هذه الأجهزة، تصميم هذه الرقاقات أو دوار. طبعا أنا خطأ أقول كلمة أجهزة، تمام، هي راح تصنعون نوع جديد من نعم الدوائر. طبعا. بس قبل ما ندي على هذا السؤال، احب اقول انه بالاضافه لانه الدماغ افضل بكثير من الحواسب العاديه بالذكاء الاصطناعي، الدماغ كان كجهاز اكفأ بكثير. يعني احنا قلنا ان الدماغ اسرع، خلينا نقول انه يكشف مثلا هذه القطه من هذه الصوره، او هذا الشكل من هذه الصوره، او هذا الصوت من هذا الاغنيه او هذا المقطع الصوتي. الدماغ كذلك اكفأ، يعني الدماغ الطاقه اللي يصرفها حتى يكشف مثلا هذا الشكل من هذه الصوره اقل بكثير من الطاقه اللي يصرفها الكمبيوتر حتى يكتشف هذا الشكل من هذه الصوره. لاحظ يعني احنا سيبنا يعني الدماغ اسرع بكثير من بالنتيجه، واكفأ بكثير من ناحيه الطاقه. فهنا حصلنا نوع من يعني كانه عندنا نوع ادفانتجين، يعني اثنين ادفانتجز من من آلية عمل الدماغ. فهذا اللي نحاول نوصل له اذا صممنا خلايا عصبيه اصطناعيه على رقيق الكتروني. طيب ياسر، ولو يعني أنا سألت نعم سؤال وهذا راح أسأل نعم سؤال تفضل. يعني ثاني، لو نجح هذا الموضوع وحدث في يوم من الأيام، هل نفترض أن عدد الترانزسترات سيكون أقل؟ لأنه إحنا حاليا بالحواسيب يعني بكل إصدار من المعالجات نسمع أن عدد الترانزسترات بلغ نعم بالملايين، ولا أدري هل وصل إلى المليارات ايه أم لا. اكيد فهل بتقنيتكم هذه الجديدة، تقنية الرقائق العصبونية، سيكون أقل؟ هو بحاله. احنا اذا توصلنا الى تكنولوجيا مثلا من خلالها سوينا مثلا ارتفيشال او ارتفيشال نيورون، او هو الخلايا العصبيه الصناعيه، بحاله نحتاج ترانزستورات انيمور، نستغني عن الترانزستورات. نعم، بس هو في النهاية راح يكون، هل ستكون الوحدة الواحدة، يعني هل الخلية العصبية هل ستكون هي بذاتها ترانزستور أو نوع جديد من الترانزسترات، أم ستكون يعني دائرة أخرى اكيد معقدة؟ اللي حيصير هو نوع جديد من الترانزستورات، يعني اصلا ما نقدر نسميه ترانزستور، نسميه خلايا عصبيه اصطناعيه. يعني ما يشتغل لا بعمل ترانزستور ولا يشتغل بطريقه مشابهه للترانزستور. يعني هنا التكنولوجيا، هنا اللي نحاول نطور ديفايس او جهاز صغير جدا، ممكن حتى نكبر، يعني نسوي له سكيلينج، يعني نزيد من عدده على رقيقة إلكترونية
بديل عن الترانزستور. طيب يا ياسر، يعني دراسة الإلكترونيات اللي درسناها نعم بالفيزياء وأنا درستها يمكن مرتين راح أكيد تتغير، يعني إذا نجح هذا الشيء وسيضاف شيء إضافي بالإضافة للترانزستور، يعني فد عنصر أكيد. لا جديد. تستغرب إنه إذا مثلا خلال 20 سنة من الجاية مثلا أو 10 سنين حتى يجي مجال اللي هو بدل الإلكترونيات نسميه النيورونيات مثلا، النيورونات الكهربائية أو النيورونات الاصطناعية، خلينا نقول ممكن يصير مجال البكالوريوس مجال النيورونات الاصطناعية، هندسة النيورونات الاصطناعية. لا تستغرب إذا جاء يوم، فإحنا حيصير الكمبيوترات تختلف كليا. أو وصراحة أنا ما أستغرب إذا كانت الكمبيوترات الجاية هي هجين من النيورونات الاصطناعيه مع الترانزستورات. يعني احنا نقدر نستخدم الترانزستورات بحل المعادلات الحسابيه، احنا قلنا الترانزستورات افضل بكثير من النيورونات، الكمبيوتر افضل بكثير من الدماغ بحل المعادلات الحسابيه بسرعه، بس النيورونات افضل بكثير بالذكاء الاصطناعي. فيجوز الجهاز المستقبلي، الكمبيوتر المستقبلي او التليفون المستقبلي يكون هجين من 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 بوث، يعني النيورونات والاصطناعيه والترانزستورات. فهذا الجواب السؤال الاول. بس السؤال اللي قلته انه شنو اللي بدنا نسويه بالضبط، او اللي جاي يصير، احنا وين وصلنا بهذا المجال اللي هو النيورونات، الخلايا العصبيه الاصطناعيه. احنا قلنا انه احنا الخلايا العصبيه الاصطناعيه هي طورت على سوفت وير، على برامج اكثر شيء، والناس استخدموها اكثر شيء. يعني سيارات التسلا مثلا اللي موجوده بالشارع هسه، والسيارات اللي تقود نفسها هي برنامج كمبيوتر يستخدم خلايا اصطناعيه، خلايا اصطناعيه العصبيه، الشبكات خلايا الاصطناعية اصطناعيه، شبكات عصبيه اصطناعيه على برنامج على كمبيوتر. ف بس مو شبكات عصبيه اصطناعيه مصنعه على رقيقه الكترونيه على تشيب، يعني هي حرفيا مو شبكات اصطناعيه، غير انه هي شبكات اصطناعيه على 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 السوفت وير، على برنامج في كمبيوتر اعتيادي، تلاحظ. بس هسه اللي نعم نسويه هو نحاول نصنع شبكات عصبيه اصطناعيه على رقيقه الكترونيه، وهذا لسه يعني مجال كل جديد. يعني اذا نقول يمكن ما صار له 5 إلى 10 سنين هو من بدا، ولسه الابحاث يا دوب تطلع انه نقدر نسوي مثلا 10 خلايا اصطناعيه، شبكات عصبيه اصطناعيه متكونه من 10. أهلا ياسر مرة أخرى، نعم للأسف انقطع، وآخر كلمة قلتها قبل الانقطاع أنه هذا مجال جديد، وكنت تتكلم عن اكيد صناعة هذه الرقائق. نعم. فالمجال يعني اذا قلنا ما صار اكثر من 5 إلى 10 سنين يعني، ولسه المجال بدائي، يعني انه تصنع خلايا عصبيه اصطناعيه على رقيقه الكترونيه لسه فد شيء نقدر نقول حلم، يعني انه تصنع شبكه وتقدر تسوي كل هذه المعالجات، تشوف الصور وتتميز الاشكال من الصور، هذا لسه يعني بالنسبه لنا حلم. بس مو بعيد، جزء منا فد 10 سنين جايه نقدر بسهوله هذه الرقائق الالكترونيه تكون بداخل السيارات الذاتية القيادة، يعني self driving vehicles. فما نستغرب إذا كانت هذا الحلم قريب. فاللي بده يصير ببحوثنا هالأيام إنه قسم ناس يحاولون يستعملون مثلا، تجيهم مثلا يسوون تصميم شيب مثلا أو رقيقة إلكترونية، هذه الرقيقة الإلكترونية تدخل منها معلومات أو 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 معلومات مكونه من معلومات يعني على كهربائيه او حتى معلومات ضوئيه. انت تفكر بالمساله هنا انه المعلومات حاليا تنتقل بالكهرباء وكذلك تنتقل بالضوء، الانترنت مالتنا كله ينتقل عن طريق الالياف الفايبر اوبتكس اللي هي الالياف الضوئيه بالضبط. فعندنا نوعين من انتقال المعلومات بهذه الايام، بهذا العصر من التكنولوجيا. فاحنا نحاول نصور خلايا، نحاول نصنع خلايا عصبيه اصطناعيه تستقبل اشارات ضوئيه، ونحاول نصنع خلايا عصبيه اصطناعيه تستقبل اشارات كهربائيه. فاحنا حاليا ده نوعين صار من الخلايا العصبيه الاصطناعيه على رقيقه الكترونيه. وحاول هسه اني اللي مهتم بيه
بالجديد اكثر هو الخلايا العصبيه الاصطناعيه اللي تستقبل اشارات ضوئيه. يعني ممكن باكر عقبه عندنا الداتا سنتر اللي هو مثلا السيرفر مال الفيسبوك مثلا. هذا السيرفر مال الفيسبوك تجي معلومات عن طريق الضوء، باعتبار الضوء انه اسرع بكثير من الكهرباء. فالجوجل وفيسبوك وغيرهم المراكز المعلومات مالتهم دائما تستقبل النتائج او المعلومات بالضوء، وتنتقل المعلومات بداخلها بالضوء، باعتبار انه المعلومات اللي تنتقل بها بسرعه كبيره عاليه، والمعلومات اللي تنتقل بداخلها هي معلومات جدا هائله. يعني تخيل انه مليارات من البشر يستخدمون فيسبوك والجوجل وغيره. ف داتا سنتر مثل الفيسبوك، السيرفر مال الفيسبوك، هذا يحتاج خلايا اصطناعيه عصبيه اصطناعيه تستقبل الاشارات الضوئيه، حتى مثلا تقدر يعرف من خلاله انه مثلا هذا الشخص هو الشخص الفلاني اللي بهذه الصوره. وممكن مثلا يقترح لك صديق، او يقترح لك او يجيك بالفيسبوك معلومه انه فلان صديق، فلان صديق نزل فلان صوره وهكذا. ف وكذلك مثلا اذا مثلا كنت انت سائق مثلا، او مثلا كنت بمدينه مثل لندن، وداخل لندن خلينا نقول مثلا اكو داتا سنتر، هذا الداتا سنتر مثلا يربط كل السيارات اللي بداخل لندن. هاي السيارات بداخل لندن لو كانت تتواصل خلينا نقول باشارات ال 5G او 6G او 7G بالمستقبل، وهاي ال 7G تحول الى شبكات تنتقل المعلومات بداخلها بالفايبر اوبتيك الى السيرفر خلينا نقول مال لندن، ممكن بعد عقبه تعرف انه انت اللي تقود بسيارتك والشخص المقابل القريب من عندك مثلا كسر عليك او لاف يمين ويسار بسرعه فائقه جدا. وبنفس الوقت عن طريق الصوره، عن طريق الكاميرا اللي تستخدمها بسيارتك، وعن طريق الشخص المقابل اللي بسيارته من يستخدم الكاميرا اللي بسيارته، عن طريق فيحاول فمن خلال الخلايا العصبيه الصناعيه تقدر تعالج كل هاي المعلومات بجزء جدا بسيط من الثانيه. لو كانت كل هاي المعلومات تنتقل بالياف ضوئيه وعن طريق الضوء اكثر من كانت، حتى يكون الموضوع اكفأ بكثير لو كانت معلومات تنتقل بالكهرباء. فهذا اللي نحاول هسه نطوره، انه نحاول خلايا عصبيه صناعيه تطويرها على رقيقه الكترونيه او رقيقه ضوئيه او رقيقه فوتونيك تشيب، يعني تستخدم الاشارات الضوئيه وترسل الاشارات الضوئيه. فالعقبات اللي تفكر بهذا الموضوع، عقبات هي من ناحيه التطبيق الابلكيشن، من ناحيه التنفيذ الامبلمنتيشن، من ناحيه التصنيع الفابريكيشن مال الاجهزه. هذه كلها عقبات اللي نحن نحاول هسه مثلا، يعني جزء اللي نقدر نسوي مثلا خلينا نقول مثلا خلي 500 خليه عصبيه. يعني افكر بموضوع 500 خليه عصبيه، يا دوب تحلل لك صوره مكونه من 500 بكسل. 500 بكسل هي صوره بسيطه جدا. هل صناعته رقاقه لحد الان تحتوي على هذا العدد؟ نعم، اكو بحوث مثلا قبل سنه انتشر، يعني نزل بحث مثلا صنعوا 512 خليه عصبيه على رقيق على رقاقه ضوئيه، يعني تستقبل اشارات ضوئيه وترسل اشارات ضوئيه. قدر من خلال يقدرون يعرفون مثلا خط يد، مثلا الحرف الفلاني اللي مرسوم بخط يد مثلا على ورقه، يعني شيء بسيط جدا، يعني لا وصوره ثابته، يعني لا هو فيديو ولا هو يعني هذا هل استخدموها، يعني هل استخدموها كمعالج وبرمجة واستخدموها يعني بدل معالج الحاسوب، أم أنه هي ال 512 بحد ذاتها هي مجرد تصنيع لشبكة اصطناعية تقوم بهذه المهمة، مهمة تمييز نعم. تمييز صورة معينة؟ بالضبط مثل ما قلت اخر شيء، انه هم هنا من صمموا 512 خلية عصبية دخلوا لها معلومات، وهي نفس الخلايا العصبية 512 شبكة واحدة انطت نتيجة. يعني مدمجة ضمنها مهمة معينة، بالضبط. وليست يعني هي ليست يعني ما صنعوها بشكل معالج. لا هي يعني هي لسه جدا بسيط، فهي اكيد داخلها. احنا بنقول معالج طبعا نقول انه يحتاج الاجهزه الالكترونيه، محتاج كذلك الاجهزه تدعم الاجهزه الالكترونيه، تحتاج لك باور سبلاي، تحتاج لك الريجوليتر، تحتاج لك مثلا الامبليفايرز وغيره، واللي يعالج المعلومات هذلك بعد المعالجه، فيعني والذاكره، فهذا كله تدخل داخل المعالجات اللي نعرفها الايام
بس انا لو اقول معالج هو مجرد الاي ال يو الارثماتيك اند لوجيك يونت، وحده المعالجه المركزيه. فنقدر نقول انه اللي صممناه 512 ساينابس او 512 نيورون على رقيقه الكترونيه، على رقيقه ضوئيه، دخلنا لها معلومات، عملنا نوع من البري بروسيسنج لها، بس حرفيا المعلومات دخلت لهذا الرقيقه الضوئيه وتعالجت مثل ما احنا بدنا، مثل ما كنا نريد اي 512 نيورون يعالج هاي المعلومات. بتلاحظ فهي بالنهايه ال 512 نيورون هي نفسها عالجت المعلومات ك 500 اي 512 نيورون طبيعي عالج معلومات في الدماغ. طيب ياسر، أنا أذكر في أحد المقالات أو الكتب عن في مجال التعلم الآلي، ذكروا أنه من القيود حول التعلم الآلي هي أننا مثلا في شبكات العصبية الاصطناعية ما زلنا في بيئة حاسوبية، يعني وحدة المعالجة المركزية وجميع يعني مكونات الحاسوب الحالي ليست يعني أقل تقدما من تقنيات التعلم الآلي الموجودة مثل وحدة الشبكات العصبية الاصطناعية. وأنتو في يعني في على ضوء كلامك أشوف أنه كله يتمحور حول الشبكات العصبية الاصطناعية، لكن كمستخدم حاسوب وكمهندس حاسوب بشكل عام، يعني هل ألا تفكرون أنه هاي المعالجات تقنيات المعالجية تتحول إلى وحدة معالجة مركزية كاملة، ويكون عندنا نظام تشغيل جديد، ويكون عندنا حاسوب جديد كله مختلف؟ اكيد طبعا هو مثل ما قلنا في البدايه انه خلايا الشبكات الاصطناعيه، سوري عفوا، شبكات العصبيه الاصطناعيه هي المتعارف عليها اكثر، هي اللي نستعملها بالكمبيوترات العاديه. انه المجال هذا صار لاكثر من 20 30 سنه، يعني الناس تحاول ترمز الشبكات العصبيه الاصطناعيه على كمبيوتر اعتيادي. فهذا اللي دائما كل ما نسمع شبكات عصبيه اصطناعيه 90% من مقالاتها او 95% من مقالاتها الموجوده بالبحوث او بالانترنت هي ترمز للشبكات اللي موجوده اللي مصمميها او تشتغل على سوفت وير على برنامج. بس اللي جديد يصير هسه اللي احنا نشتغل به هو اللي نحاول نصنع هاي الشبكات على رقيقه الكترونيه، حرفيا فيزيائيا نصنع هذه الشبكه النيورونات على رقيقه الكترونيه. اكيد مثل ما تفضلت انه وحده المعالجه حتكون تختلف كليا، الذاكره نفسها حتكون تختلف كليا. يعني اذا تخيل الترانزستور نستخدمه بالكمبيوترات الاعتياديه انه يعالج المعلومات وكذلك يتذكر المعلومات، رغم انه نوع من الترانزستور يتغير شويه، بس لما حنحاول نخزن المعلومات نقدر يجوز نخزنها بطريقه في الكمبيوتر او في الخليه العصبيه الاصطناعيه راح تنخزن بطريقه تختلف. بس انا اتوقع او الطريقه اللي هي حتكون هي الـ الافضل، باعتبارنا احنا كعلماء دائما نحاول نكون شويه عقلانيين، ما نستغرب انه الكمبيوتر الجاي حيكون هجين، يعني جوز يكون المعلومات تنخزن بطريقه تقليديه كلاسيكيه تقليديه بالضبط على كمبيوتر على مثلا هارد درايف او على فلاش درايف تقليدي، بس تتحول هاي المعلومات من فلاش درايف الى طريقه يفهمها العصبون، يعني يفهم العصبون الاصطناعي، لانه هنا درس عندنا نوع من يعني طريقه رمز المعلومات الصفر والواحد تختلف بالكمبيوتر العصبي او الخليه العصبيه الاصطناعيه. يعني هنا راح نستعمل واحد وصفر، هناك حنستعمل لا نستعمل مالتيبل ليفلز اوف، ما راح نستعمل الديجيتال بهذه المرحله، او يجوز نستعمل نوع من الهجين من الديجيتال والمالتي ديجيت، خلينا نقول المالتي ليفل ستيت، يعني نرمز المعلومات بطريقه مو بس صفر واحد، يجوز مثلا صفر 0.1 0.2 0.3 الى 1. يعني ممكن النظام الثنائي نفسه يتغير ينتهي، ممكن بس احنا كعقلاني كناس نحاول تدريجيا ننتقل من التكنولوجيا هذه او الى تكنولوجيا شويه افضل
حنخلي فتشي هجين، فاحنا حنخلي مثلا الجهاز او محرك المعالجه العصبيه، خلينا نقول العصبيه اللي تعتمد على الاعصاب الاصطناعيه، وحده حنخلي بصفها وحده معالجه عاديه اعتياديه مثل السي بي يوات اللي عندنا، خلينا نقول كور اي 7 بروسيسور وغيره. فبس بينات حيصير نوع من الاحتياج، حنوع نحتاج نوع من الجسر، فشي يربط هذه المعلومات مع هذه المعلومات، فهذا الجهاز الالكتروني، فحيكون عندنا جهاز او سيستم نظام هجين من نوعين من المعالجات. بس ربط هذه المعلومات الرقميه مع المعلومات اللي ما اعرف ايش اسمها بالضبط، بس هي مو رقميه، فشي متعدد المراحل، خلينا نقول مالتي ستيت يعني سيستم، حيكون حنحتاج نوع من التواصل بيناتهم. هذا السيستم تحتاج يفهم هذا السيستم، هاي وحده المعالجه تحتاج تفهم هاي المعالجه، حتى يصير نوع من الترابط، وهاي الميموري تحتاج نوع من هاي، هذا السيستم يحتاج نوع من الميموري تختلف عن هذا السيستم، فنحتاج نوع من الربط. فالموضوع حيتعقد شويه، مو بس من ناحيه انه نحتاج حنخلي خليه عصبيه جديده، وانما حنحتاج الموضوع السيستم حيتعقد اكثر من ناحيه ربط هذه المعالجات مع بعض. طيب ياسر، سؤال قد لا يكون لديك جواب حاسم له، وهو يعني أي سائل قد يسأل، أي مستمع قد يسأل متى سيحدث هذا؟ يعني أنا ما راح أتوقع من أنت، يعني أنت لست عراف نعم. أو بالعراقي نقول فتاح فال، لكن ممكن أنه تقول مثلا 50 إلى 100 سنة، 20 إلى 50، 30 إلى 40، وإلى شيء كهذا. أولا، ثانيا يعني إذا أردت تشبهها بتقنية أخرى، يعني تقدر تتخيل الموقف؟ يعني مثلا ممكن الناس يفهمون أنه أشبه ب مثلا اختراع البي سي آر للفيروسات، أشبه ب عملية اكتشاف المعالج الفلاني عندما كنا في مرحلة مثلا العشرينات، ايه يعني موقفنا حاليا. طبعا هذا السؤال مو بس له ابعاد علميه، له ابعاد فلسفيه كذلك، انه احد كبار الفلاسفه العلميين مثل كارل بوبر، هو يعني احدى كلماته واحدى الجمل اللي يقول انه we can never predict the growth of knowledge، يعني نمو المعلومات او نمو المعرفه مالتنا لا يمكن أن نتوقع بالضبط، نمو المعرفة. لا يمكن تقديره او يعني معرفة شو كده احنا نعرف شيء جديد. فهاي الاشياء اللي لها يعني تقدر تقول نقول جواب سؤالك هو already impossible، يعني مستحيل. بس اذا احنا كفيزيائيين بصوره عامه احنا عندنا نوع من شخصيتنا تكون شوي اكثر اوبتيمستيك، نحاول دائما نكون متفائلين اكثر، مو بس لانه لاسباب تحفيزيه لنفس الشخص نفسنا، وانما كذلك لاسباب تحفيز المجتمع، تحفيز الحكومات، حتى تحاول تحط فلوس اكثر، تحاول تحط ريسورسز اكثر، مصادر وغيرها، انه حتى تحفز هذا الشغل. واذا لو كنا مثلا نقول لك انه نحتاج بعد جزء من 100 سنه ما يصير هذا الموضوع، فمستحيل احد حيجي ويحط مثلا يعني فلوس. ممكن تكون 100 سنة؟ انا اذا اوكي هحاول اكون جد عقلاني، ممكن جد ما اقدر، بس نمو احتياجنا للمعلومات، يعني احنا حاليا بدنا ننتج معلومات، ننتج داتا كل يوم اكثر بكثير من اليوم اللي قبله. قبل هسه كان اكو فيسبوك، هسه قمنا نحط صور، هسه قمنا نحط فيديوهات، قبل كم سنه ما كان اكو فيديوهات وصور، هسه اكو المعلومات كلها على الانترنت، قبل ما كان اكو معلومات. فهذا يحفز احتياجنا لطرق جديده تختلف عن الطرق التقليديه بمعالجه هاي المعلومات، طرق تختلف عن الطرق التقليديه بخزن هاي المعلومات وهكذا. فاكو نوع من الاحتياج، احنا مو بس هسه احنا متحمسين ان نسوي شيء جديد لمجرد انه هو شيء جديد، وانما نحتاج ان نسوي شيء جديد. فاني اتامل ان يكون الشبكات العصبيه الاصطناعيه اللي مصنوعه على الرقائق الالكترونيه ممكن تكون موجوده باجهزتنا مثلا، او اجهزه المراكز المعلومات مثلا التابعه لفيسبوك والجوجل وغيرها،
ممكن يجوز يكون موجود خلال فد العشر سنين الى 20 سنه الجايه. يعني هذا هذا تفاؤلي هيك يقول، بس يجوز الموضوع يتاخر اكثر. يعني فكر موضوع مشابه مثلا، اذا قلنا الحواسب الكميه الكوانتم كمبيوترز اللي هو مجال ثاني يختلف عن المجال اللي انا اقول لك هسه عنه، التكنولوجيا هذه الناس مفكرين بها كذلك في 1940 يعني، واحنا لسانا ما قدرنا نسوي حاسوب كمي بسيط جدا. يعني انت اذا تابعت الاخبار قبل سنه جوجل توها قالت اكو فد شيء جديد اللي هو كوانتم كمبيوتر اللي سوى فد شيء اسرع اسرع من اللي ممكن يسوي الكمبيوتر الاعتيادي، بس احنا لسه مرحله جدا جدا بدائيه، وهذا الموضوع صار له 70 80 سنه من فكرنا به. ف بس اتمنى انه يكون هذا المجال شويه اسهل، مجال الخلايا العصبيه الاصطناعيه لسه بالبدايه، بس اتمنى انه يكون من 10 الى 20 سنه كتقدير شخصي لا اكثر ولا اقل. وأنا أتمنى أنه نلتقي ونسوي بودكاست ثاني تحكي لنا به عن الحواسيب الكمية. أكيد أكيد أنا أكون سعيد. شكرا جزيلا ياسر، أنا استفاديت جدا وأتمنى أن يستفيدون جميع المستمعين، ونتمنى أنه تجمعنا لقاءات أخرى. أشكرك عمر على هذه الدعوة وأشكر مستمعيك كذلك. تحياتي. تحياتي لك عمر. أعزائي المستمعين، كنا معكم في حلقة أخرى من بودكاست العلوم الحقيقية، شكرا لكم وإلى اللقاء.